مجلس الوزراء عوائد الموصل، وتحت شعار الكل من اجل الكل، ولا والا هلك الكل. اجتمعنا هذا اليوم تحت خيمة مجلس أسر وعوائل الموصل للاتفاق ولتوحيد كلمة أهل نينوى، حيث ارتأى مجلس أسر وعوائل الموصل بعمل لجنة عشائرية للتعاون لتوحيد كلام مجلس الأسر وشيوخ عشائر نينوى للمطالبة بحقوق أهل الموصل لإيصال كلمتهم إلى المسؤولين، وللتعاون مع دوائر الدولة لتذليل الصعوبات وإيصال مشاكل كل محافظة نينوى. اليوم كان عندنا اللقاء الأول مع الشيوخ العشائر، وكان نشكر كل من حضر وتجشى معنا السفر، الأخوة من الأكراد، من أخواننا من الأغذية والنواحي. سيكون لنا لقاءات ثانية مع الشيوخ العشائر، لأنه نحن ردنا ندعو عدد قليل من الشيوخ العشائر في كل لقاء حتى يتسنى المجال للاستفسار، السؤال، الجواب، حتى يكون اللقاء مثمر. هذا اجتماع اليوم على بركة الله بعدد من رؤساء القبائل ووجهاء مدينة الموصل لتدارس الوضع بعد الأحداث اللي في بغداد وبقية محافظات الموصل، وإن شاء الله سوف يتحسن الوضع وتنتخب حكومة جديدة للنهوض بالعراق وإعادته إلى طريقه الصحيح. الاجتماع نعم 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 أكيد الاجتماع أخذ وجهات نظر جميع النخب الموجودة في الموصل وعرضها على الحكومة، مثل قضايا السلم المجتمعي، تحقيق الأمن، البناء، إعادة إعمار المدينة، جسور المقطعة وما إلى ذلك. الحكومة الآن بعد وصول السيد نجم الجمهوري ومحافظ الجديد يشتغل شغل زين، وكمل ما فعله السيد منصور المرعيد أيضا كان جيد جدا. اجتمعنا هذا اليوم هذا الاجتماع الطيب مجلس أسر وعوائل الموصل باعتبار أن العشائر هي أصول للأسر والعوائل، وحتى نوحد الكلمة ونوحد الصف ونشكل لجنة موحدة لمتابعة حقوق نينوى بعمومها ونقل مشاكل نينوى بعمومها خارج مركز المدينة. أهمية الاجتماع هي توحيد الكلمة، توحيد الكلمة. احنا مجلس الأسر وعوائل الموصل في داخل مركز المدينة، لكن المدينة مركز المدينة بينه أطراف، المحافظة بها أغذية ونواحي. فاجتمعنا بهاي الناس الطيبة في شيوخ العشائر ينقلون مشاكل الأغذية والنواحي والأماكن الأبعد،
حتى نوصلها بصورة صحيحة. أهميته أنه الكلمة تكون واحدة وأنه نخدم الموصل ونخدم أهل الموصل، ولا ماكو عندنا أي شغلة إحنا اللي خدمة أهلنا بس، هذا المجلس لخدمة أهل الموصل ونواحيها وينجمع في كلمة واحدة، كلمة الحق. إحنا نريد الموصل تكون مثل ما أي محافظة، يعني بالبناء، بالتوظيف، الشباب عندنا، العمل، البطالة، العطالة، هذا أريد تحفيز يعني. نسأل الله أن يوفق الجميع. اجتمع الشيوخ ووجهاء وشيوخ عشائر ووجهاء محافظة نينوى لتوحيد الكلمة من أجل نقل معاناة أبناء مدينة الموصل إلى الحكومة المحلية، وحتى إذا تطلب الأمر نقلها إلى الحكومة المركزية، لأن مدينة الموصل من المدن التي نكبت بسبب الحروب وبسبب السيطرة داعش لثلاث سنوات، وقد أهلكت أبناء محافظة نينوى هذه الفترة المظلمة التي عاشتها تحت سيطرة داعش. فقد اتفقنا على أنه ننقل معاناة أبناء محافظة نينوى إلى الحكومة المحلية، من بنى تحتية ومن ناس مغيبين ومعتقلين عند الدواعش، يعني هذا يجب كلها أن تنقل إلى السيد محافظ نينوى لاتخاذ إجراءات جدا سريعة وجدا مهمة في هذه الظروف.